باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانجيل بيبتدي ان المسيح بيقول اني اشفق على هذا الجمع لان لهم 3 ايام ها هنا معي وليس لهم ما ياكلون. فالمسيح يشفق على الجموع، وطبعا ما سابهمش صائمين لئلا يخوروا في الطريق فاكلهم قبل ما يمشوا. ودي معناها ان احنا قبل ما ينتهي هذا الصوم اللي هو النهاردة اخر يوم فيه مش هيسيبنا غير لما يشبعنا بالنعمة. لكن عايز كمان ابص على قصة يونان عموما، اني اشفق على هذا الجمع. وربنا قال كده ليونان، الا اشفق انا على هذه المدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة من الناس وبهائم كثيرة؟ انت يا يونان اشفقت على اليقطينة اللي طلعت بنت يوم بنت ليلة، لكن انا عندي شعب كثير مهتم بيه. شفقة الله على الناس محتاجة ان احنا نتبنى هذه الفكرة. يعني كون ربنا بيقول ليونان روح نادي على نينوى بان هم يتوبوا، معناها الله يستخدم البشر من اجل خدمة البشر. ما كان ممكن ربنا يبعت ملاك يتكلم مع أهل نينوى، أو ممكن يكون الله يتكلم في قلوبهم. يعني إحنا من ضمن الصلوات اللي بنصليها في الكنيسة عن رئيس الدولة نقول تكلم في قلبه بالسلام من جهة كنيستك. فممكن الله يتكلم في قلوب الناس ومش محتاج خدام، لكن هو مشيئته الإلهية أن يخلينا إحنا لنا دور مع بعضينا. في قصة إيمان كيرنيليوس، قصة عجيبة، ربنا أظهر رؤيا لبطرس ملاية نازلة من السماء، وانتوا عارفين القصة، والروح القدس قال له ان في ناس هيجوا يخبطوا عليك، روح معاهم ما تخافش. في نفس الوقت كان الملاك بيتكلم مع كيرنيليوس بيقول له صلواتك وصدقاتك قبلت امام الله، ارسل الى يافا واستدعي واحد اسمه سمعان بطرس نازل عند سمعان الدباغ، هيقول لك كلام تخلص بيه. يعني اتخيل ان كيرنيليوس يقول له طب ليه ابعت ناس، ما انت الملاك كلمني. وبدل ما ربنا يلف اللفه الكبيره دي يحاول يقنع بطرس بالملايه رؤيه 3 مرات والروح القدس يقول له ما تخافش، وهذا الامر طبعا هيؤدي بعد كده ان بطرس يتحاكم قدام المؤمنين ازاي يدخل بيت حد اممي ويدعوه للايمان. ربنا بيرسم خطة انه لا يخلص الانسان الا بالانسان. حتى في قضية الخلاص بتاعتنا كلها الله لم يخلصنا الا لما تجسد عشان يبقى عنده طبيعة انسانية يستخدمها في خلاصنا. ده الاباء وهما بيشرحوا تدبير الخلاص قالوا ان جسد المسيح اداته، الالة اللي في ايده اللي يخلص بها البشر. الله مش عاجز ان يخلصنا باي طريق، لكن في خطة كده عنده ان يستخدمنا عشان نخدم بعضينا. واستخدم طبيعتنا البشرية في شخصه لما اتحد بيها عشان يخلصنا بيها. دي على طول لازم تنبهنا ان انا موجود ليه، ربنا خلقنا ليه. لو الانسان عاش لنفسه يبقى يستاهلش يعيش، لكن يجب ان يكون هناك رسالة يؤديها كل انسان نحو الاخرين. مشكلة يونان انه ما كانش عنده استعداد ان يكون بهذه الرسالة، وعشان كده هرب من وجه الله. لكن ربنا كان عايز يعلمه الدرس وعلمنا احنا كمان في رسالة يونان لازم تقوم بيها. عشان كده تلاقوا في الإصحاح الثالث ابتدى بنفس الكلمتين اللي قاله في الإصحاح الأول، يا يونان قوم روح نينوى تنادي عليها بالمناداة اللي أنا قلت لك عليه. وراح المرة الأولى هرب، المرة الثانية راح. لكن أنا في تقدير الاثنين زي بعض، لأن المرة اللي راح فيها راح متأذي مش مبسوط،
مضطر، مغلوب على أمره، حس إن هو مش هيقدر يفلفص من ربنا ولا هيفلت منه. عشان كده يقول السفر إن مدينة نينوى كانت مدينة عظيمة مسيرة 3 أيام، يعني تلفها في 3 أيام. هو راح لمدة يوم واحد وكفاية عليكم كده، اللي يسمع يسمع ويسمعش مش لازم يسمع. طب ليه ينام؟ يقول لأن نينوى مدينة عدوة، فأنت عايزني أروح أقول لهم يتوبوا وبعدين يتوبوا وربنا يرضى عليهم؟ طب ما دي حاجة مش هتبسطني إن ربنا يرضى عليهم. ودي الحوار اللي دار بين ربنا ويونان، ولم يكتبوا إلا كده طرطيش، لأنه بيقول له أليس هذا كلامي اللي أنا قلته لك إذ كنت بعد في أرضي وقلت لك أنت إله رحوم رؤوف طويل أنا كثير رحمة؟ طب إيه اللي زعلك في دي؟ اللي زعلني إن أنت هترحم ناس أعداء وأنا كنت أرغب أن تنتقم منهم. ولو أنا عرفت أن أنت يا رب بعد 40 يوم هتقلب المدينة كنت ههلل وافرح، لأن أعدائي هيهلكوا. عايزني أنا اللي أروح أقول لهم يتوبوا؟ طب لو تابوا تبقى وحشة قوي. غم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ. دي نوعية من الناس أرجو ألا نكون نحن طبعا، اللي هو بيكره الآخرين ويتعصب ضدهم ولا يتمنى ليهم الخير ويبقى رافض للآخرين. الآخرين دول هما بيختلفوا معانا في أي حاجة، ممكن يختلف معايا في الدين أو يختلف معايا في الطائفة أو يختلف معايا في العقيدة أو أي حاجة أو في المبادئ، ناس تختلف. فإذا أنا كنت رافض ومبغض وقاسي عليهم أبقى إنسان رديء، ودي حاجة ربنا ما يحبش إن احنا نكون كده. بالعكس احنا لينا رسالة مع الآخرين. الآخرين المختلفين عننا دول موضوع شغلك. عشان كده في غلطتين ممكن نقع فيهم: رفض الآخر على وجه الإطلاق ومحبلوش الخير زي ما يونان عمل، أو إن أنا أختلط به بلا حدود وبلا تمييز وأمارس ممارساته وأقتنع باقتناعاته ونعيش كأنه يقول لك كل واحد في المسيح. إما رسالتك، هو الدكتور مفروض لما يدخل مستشفى دوره إن هو يعيا مع العيانين وينام في سرير عشان بيحبهم؟ وهل الدكتور يقول عشان في وباء كورونا دلوقتي أنا مش هروح المستشفى؟ ما أنت شغلتك إيه؟ فعندنا خطرين يهددوا رسالتنا في الحياة: أن نرفض الآخر ونشفق على أنفسنا ومش عايزين الآخر يتحسن ولا يجيله خير ولا ربنا يقبله، ده بنسميه التعصب، وإننا أندمج مع الآخر حتى في أخطائه السلوكية أو العقائدية دون تمييز بحجة إن أنا بحبه. هو اللي بيحب إنسان يوافقه على الغلط ولا ينبهه للغلط؟ يعني عايز أقول لكم تخيلوا السيناريو بتاع سفر يونان، إن ربنا قال له يونان روح نينوى نادي عليها، زقطت وفرح لأن نينوى دي مدينة عظيمة فيها ملاهي وفيها شر وفيها خطية وفيها أماكن وحشة للنجاسة وفيها معابد للأوثان، يقول لها جت من عنده هو اللي قال لي روح، ويروح بقى يندمج مع الناس في خطاياهم ويوافقهم على اللي هم فيه، ويدخل المعابد بتاعة الوثنيين ويشترك معهم في ألحانهم وترانيمهم بيقدموها للوثن، ويندمج بحجة إن الله محب للكل والله كلفني إن أنا أجيلكم، أنا جاي بأمر وإذن من الله إله المحبة. طب بعدين هيسيبهم في شرهم ويتنجز بشرهم ويهلك معهم. لكن يونان عمل العكس، إنه رفض. لا دي تنفع ربنا ولا دي تنفع ربنا. اللي ينفع ربنا إيه؟ أن تتبين رسالتك بالنسبة للآخرين وتقوم بها بنجاح وكفاءة، وتروح تقول للناس اللي انت ربنا مكلفك بخدمتهم اللي بتعملوه ده غلط، التصرف ده مش مظبوط. طبعا انا عارف في جيلنا هذا
أي إنسان يتكلم بالحق هيجد معارضة، مش جيلنا بس، حتى زمان. أنت متعصب، أنت متشدد، أنت مفكر نفسك أنت بس اللي فاهم، يعني أنت بس اللي عندك الحق وكل الناس مش فاهمة، يعني كله هيروح جهنم عدا أنت، يعني فتخلي الواحد يسكت، يقول لك خلاص بقى هعمل إيه، بدل ما تطلع عليا سمعة ويرفضوني ويكرهوني. لكن في الحقيقة بقى أن الرسل كلهم تعرضوا لهذا. الرسالة التي كلف بها ربنا يونان كانت تمهيد للرسالة اللي كلف بها أبائنا الرسل، اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. يا رب خلي بالك، الخليقة كلها دول بشر كلهم وثنيين، هم دول موضوع رسالتنا. انت رايح علشان واحد ما عرفش ربنا، وهو اللي يعرف ربنا خلاص هتروح له ليه؟ طيب هم يا رب مش هيقبلوا. قال ما يهمكمش، اللي يقبلكم يبقى يقبلني واللي يرزلكم يرزلني. طب نعمل ايه لو رزلونا؟ اطلع من المكان ده وانفض رجليك، كلهم حتى الغبار الذي لصق بارجلنا من مدينتكم ننفضه لكم، لكن اعلموا هذا انه قد اقترب ملكوت. يعني ما تسيبهمش غير لما ترمي برضه البذره والكلمه. طبعا اللي حصل ان ابائنا الرسل قطعوا ما عملوش زي يونان، وذهبوا كل واحد الى المكان اللي ربنا حدده. فاللي حصل لما القوا بذره الايمان والكلام النقي، في ناس قبلت وفي ناس رفضت، ده طبيعة الحال. الناس لازم يكونوا مختلفين، اوعى تتوقع في يوم من الايام انك تقول كلمة كل الناس تقتنع. فيش حد في الدنيا، حتى المسيح نفسه هو مش يتكلم 3 سنين يعلم ويعمل معجزات ويشفق على الناس وما عملش غلطة ولا ضر حد ولا ضايق حد. فيش موقف المسيح ضايق فيه حد، ليه يصلبه في الآخر؟ قال لهم من منكم يبكتنا على الخطيه؟ هم صلبوا ليه؟ لان طبيعه البشر ان في حد يقبل وفي حد ما يقبلش، ولا تزعل. عملوا كده في العود الرطب كم يكون في يابس، عملوا كده في الرسل. هو احنا في حد فينا مهما كان خادم رائع في كفاءه بولس الرسول؟ طب ما هو بولس راح كرز في اماكن كثيره وفي الاخر قتلوه. قتلوه معناها ما قبلوش الكلام بتاعه، ما اقتنعوش، لكن تأسست كنائس، يعني في ناس قبلت وأرسل رسائل لهذه الكنائس اللي قبلت، وجوه الكنائس اللي قبلت حصلت مشاكل والمشاكل تتحل، ما فيش مشكلة خالص. في مشاكل بتحصل، ده رسالته لأهل كورنثوس الأولى كلها عبارة عن مشاكل بيحلها، كل إصحاح بيتكلم عن مشكلة. وارد ان تحصل مشاكل، مش معناها المسيحية غلط ولا العمل وبولس كان غلط. وارد ان الناس ما يقتنعوش، مش معناها ان كلامك غلط ولا ان انت ضعيف. في ناس ما عندهاش استعداد تسمع، وان سمعت مش عايزة تسمع، مش عايزة تفهم، وان فهمت مش عايزة تقبل. ساعة ما المسيح يتكلم عن جسد ودمه في يوحنا اصحاح 6، في ناس قالوا هذا الكلام صعب، من يستطيع أن يقبله؟ ليه؟ لأن قال هتاكلوا جسد وتشربوا دم. يا رب أنت بتكلم جد؟ تكلم جد ولا على سبيل المثل؟ لا بكلم جد، الحق الحق أقول لكم، يعني هناكلك ونشربك؟ أيوة. من يأكلني يحيى بي؟ قال لا، لا يمكن نسمع هذا الكلام. رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، لأنهم إيه؟ سمعوا وفهموا بس ما قبلوش. في ناس تانية عايزة تقبل المسيح، عايزة تقبل بس الكلام صعب، فيحوروا بقى، يقول لك ما كانش قصده، دي حاجة للذكرى، ده كلام معنوي ما هوش حقيقي. وفي ناس قالوا لا يا رب، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. تتوقعوا دايما كارز باسم المسيح. انت لو عندك رسالة وبتأديها للناس، لا تتوقع الناس تستقبلك استقبال بتاع الأبطال، يعني ممكن يرجموك زي ما عملوا مع استفانوس. استفانوس وقف وتلفوا حواليه يحاوروه، هو حس ان دي فرصة الرسالة ان يتكلم معهم عن يسوع. كل اللي حواليه ما اقتنعوش بولا كلمة،
ومع ذلك كل ما كانوش قادرين يقاوموا القوة والحكمة اللي بيكلم بيها، فلجأوا إلى وسيلة خسيسة جدا، إن هما دسوا يقولوا للناس ده بيتكلم كلام ضد الهيكل وضد ناموس موسى، وهيجوا الناس عشان يرجموه ورجموه. طب اللي عمله استفانوس مات ودبل؟ أبدا، نبت في شاول رئيس العصابة اللي كان مشرف على قتل استفانوس وصار بولس العظيم. فإذا في ناس هتقبل وناس مش هتقبل، واللي مش هيقبل في منهم في الآخر هيندموا ويتوبوا ويقبلوا، واللي قبلوا في ناس منهم في الآخر ينحرفوا. كل الأنواع موجودة. هو مش كان فيها هرطقة؟ قولي له، هرطقة اللي كانوا في الكنيسة دول كانوا مسيحيين ولا كانوا وثنيين؟ مسيحيين. ما لو واحد وثني يتكلم بهرطقة ما تعتبرش هرطقة، طبيعته كده، ديانته كده. لكن واحد مسيحي يتكلم بهرطقة معناها في الأول قبل المسيح بعدين ارتد عنه. وفي ناس بعد ما رفضوا المسيح رجعوا أخيرا، عشان كده قال لنا إن آخرون يصيرون إيه؟ أولين، وأولون يصيرون آخرين، يجي في الآخر. فإحنا علينا رسالة يجب أن نقوم بها. أبانا الرسل بقى لما خرجوا يكرزوا عملوا بالظبط اللي ربنا كان عايزه من يونان، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. في ناس تتوب وناس ما تقبلش زي ما قلت، لكن تخيلوا لو ان الرسل المسيح قال لهم روحوا اكرزوا، كل واحد اخذ له سفينة وهرب زي يونان، كيف ينتشر الايمان والناس تعرف المسيح ازاي؟ لا تهرب من رسالة الله. او تخيلوا بقى ان هم راحوا وقالوا للوثنيين ولليهود انتوا زي الفل وربنا بيقبل كل الناس، هات الذبايح بتاعت الأوثان كل منها، ما احنا حبايب كلنا حلوين كلنا حلو في المسيح، ووافقوهم على عقائدهم، ووافقوهم على ألحانهم اللي هي تتقدم للوثن، ووافقوهم على سلوكياتهم، واشتركوا معهم في معابدهم. كان حد هيعرف المسيح من الأصنام؟ ما هيبقى واحد من ضمن الآلهة. وفي الحالة دي كان هيبقى في منتهى الجنتلة. الرسل دول حاجة حلوة قوي، نشروا إيمان من غير ما يفقدوا إنسان ولا زعلوا حد ولا سفك دم حد، لأنهم هودوا الناس على مبادئهم وعلى عقائدهم، فيبقى صورتهم حلو. هم اختاروا إن هم ينفذوا اللي قالوا ربنا حتى لو أدى الأمر إن هم يستشهدوا من أجل اسمه، لم يقبلوا النجاة. أخذوا بطرس ومجموعة رسل ضربوهم وقالوا لهم ما تجيبوش اسم يسوع على لسانكم تاني، أنتوا عايزين تفضحونا وتجلبوا علينا دم هذا الرجل؟ رد بطرس قال له إيه؟ إحنا ما نقدرش ما نتكلمش، ما وعدكش أن أنا هسكت. حطوهم في السجن، بيتوا في السجن. تاني يوم بعتوا يجيبوهم السجن، لقوا السجن مقفول والرسل مش موجودين. رجعوا الحراس بيقولوا ده احنا لقينا السجن مقفول والناس اللي انتوا حابسينهم مش موجودين. دوروا عليهم لقوهم فين؟ في الهيكل بيعلم، في الهيكل بيعلم. ايه ده بقى ده؟ هم حاسين برسالة وبيعلموا ليه؟ عندي يعني كبرياء، مش عايزين شخصيتهم تتهزم. بيعلموا عشان الناس دي توب والناس دي تعرف ربنا والناس دي تقبل الحق، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون. إزاي؟ إلى معرفة الحق يقبلون. اوعوا نتبنى منهج يونان في الهروب أو منهج عكس يونان في الاندماج مع الناس دون أن نؤثر فيهم تأثيرا إيجابيا. أديك أنت ليك أصدقاء من كل حتة، استفادوا إيه؟ الناس كلها بتحبك، ايه الاضافة اللي انت اضفتها عليهم؟ انت انسان لارج ومتسع وحلو والناس كلها بتقول عليك مش متعصب وحلو كويس، بس هم استفادوا ايه؟ اخدوا ايه؟ خلي بالكم لما يونان راح وقال لهم توبوا لان المدينة هتنقلب، الله عمل فيهم وقبلوا الكلمة.
عكس ما احنا متوقعين، ان لما هتكلم بكلمة ربنا الناس هتعتبرني غلس ويعتبرني متشنج ومتعصب وهي يهنوني وبتاع. احنا ليه بنحط توقعات قبل ما يحصل؟ ما يونان راح المدينة كلها حتى بما فيها الملك تابوا، وصارت قصة عظيمة للتوبة في تاريخ البشرية. ايش عرفك ان ممكن ربنا يستخدمك انك تزرع بذرة ايمان او بذرة توبة عند حد، مش لازم مدينة، حد تعرف، صديقك، زميلك، صديقتك، قولوا كلمة جايز تنبت في يوم من الايام وتخليهم يرجعوا ربنا، وانت تكون نسيت والشخص اللي انت رميت له البذرة يكون نسي، بس ربنا مسجل لك. لما تروح في الابدية تلاقي ربنا مجهز لك أجرة ومكافأة قد كده، تقول يا رب ده أنا مكسوف من نفسي ما عملتش حاجة، يقول لا ده أنت معاك ولاد كثيرين تعلموا منك. أنا في واحد أنت قلت له كلمة وبعد 10 سنين جابت ثمرة، أنت نسيته هو نسي، لكن أنا ما انساش. عشان كده يجب كل واحد النهاردة قبل ما ندخل القداس يقول أنا عملت إيه في دنيتي بقى، إيه اللي أنا عملته مع ربنا مع الناس، مين أنا كلمته، ومين أنا أفدته، ومين أنا أديت له إضافة في حياته إيجابية. وبعدين نبتدي بقى من دلوقتي يكون لنا هذا الدور مع كل إنسان نعرفه بطريقة مناسبة وبطريقة مهذبة وبطريقة خلي الآخر يقبل، لأن مش في الآخر أنا برضو هدفي أرمي الكلمة وأمشي، لكن هدفي الآخر يبقى كويس. ربنا يبارك حياتكم ويدينا فعلا أن احنا نكون على قد الرسالة اللي هو بيديها لنا عشان نخدمه في الناس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.